الزمالك هنروح لاخبار النادي الاهلي، وهيتوجه بعثه فريق كره القدم الاول بنادي الاهلي للجزائر النهارده عبر طبعا رحله طيران خاصه استعدادا لمواجهه وفاق الصيف الجزائري يوم السبت القادم. المباراه طبعا في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لحصد اكيد تذكره الصعود للمباراه النهائيه، بعد ما قطع طبعا النادي الاهلي شوط كبير جدا نحو التاهل للمباراه النهائيه بعد الفوز كان كبير في مباراه الذهاب للنادي الاهلي في القاهره برباعيه نظيفه على وفاق سطيف. خاض الفريق تدريبه الصباحي النهارده على ملعبه طبعا ملعب مختار التتش في الجزيره قبل تناول وجبه الغداء على طول، وتوجهوا مباشره الى مطار القاهره. وكان الفريق قد حصل على راحه لمده 48 ساعه اخر يومين بعد الفوز طبعا على فريق وفاق سطيف برباعيه نظيفه في مباراه الذهاب، وبيستعد لكل قوه لمباراه العوده طبعا ان هو ينهي الموضوع تماما هناك في الجزائر ويتاهل للمباراه النهائيه. كمان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده بيتسو موسيماني المدير الفني بينوي كمان اجراء بعض التعديلات على خطه لعب الفريق في مباراه العوده امام سطيف في خلال طبعا خلال ان هو يعني بيفكر موسيماني ان هو بيلعب بثلاثي في منطقه خط الوسط يعني لتامين خط الدفاع للفريق بشكل اكبر والحد من خطوره المنافس اللي اكيد هينزل المباراه وعايز انه يحرز هدف مبكر. وبيرغب موسيماني في تامين منطقه خط الوسط بالثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السوليه، ده طبعا في حال ان هو تاكد خلاص مشاركه السوليه في المباراه بعد تعافيه من الاصابه اللي بيعاني بيها، او لو مش هيكون السوليه جاهز للمباراه ان هو يبحث عن بديل في منطقه خط الوسط لمنح الفريق الجزائري لمنعه طبعا من تشكيل خطوره على خطوط الاهلي الدفاعيه. والاستفاده كمان من نتيجه مباراه الذهاب النادي الاهلي عايز يستفاد منها في تسهيل طبعا مهمه نحو الصعود الى نهائي افريقيا. طبعا النادي الاهلي يعني بنسبه كبيره هيلعب بثلاثي في منطقه خط الوسط هيكونوا اليو ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي، وإذا عمرو السوليه مش هيكون جاهز للمباراة ممكن مثلا نشوف محمود متولي يكون موجود في منطقة خط الوسط أو يستفيد مثلا في الحتة دي بقفشة ويلعب برضو بأحمد عبد القادر قدامه كصانع ألعاب. يعني دي كل ده بيدور في فكر موسيماني قبل المباراة، بيحاول طبعا إن هو يطلع بالمباراة بنتيجة إيجابية بكل تأكيد. النادي الأهلي هيروح هناك طبعا أعصابه هادية بكل تأكيد، هيحاول إن هو ينهي المباراة من بدري إذا أحرز طبعا هدف. نتيجة كبيرة جدا على فريق الجزيرة، هم عارفين الوضع، فبالتالي النادي الأهلي لازم يركز ينسى تمام مباراة الذهاب عشان يقدر إن هو يعدي لبر الأمان لمباراة طبعا النهائية اللي هتكون إن شاء الله يوم 30 مايو الحالي. كمان مجلس إدارة النادي الأهلي يرسل خلال ساعات احتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي بشأن طبعا قرار إقامة نهائي بطولة إفريقيا دوري أبطال إفريقيا في المغرب، وهو أكيد اللي بيقلل من مبدأ تكافؤ الفرص خاصة وان طرفي المباراه النهائيه حتى الان هو النادي الاهلي والوداد البيضاوي المغربي. بالتالي في قرار اقامه المباراه فعلا في المغرب بيكون في مصلحه اكيد الفريق المغربي فريق الوداد اللي اكيد هيستفيد من عاملي الارض والجمهور كمان، وده اللي شايفه اكيد النادي الاهلي بيتكلم فيه مع الكاف في احتجاج يعني هيتم ارساله كمان عبر اتحاد الكره المصري المسؤول طبعا عن التعامل مع الكاف في مثل هذه الازمات باعتبار الاتحاد المسؤول عن النادي. خليني اقول لكم كمان ان احتجاج النادي الاهلي مش هيقتصر فقط على الخطابات اللي ارسلها الاتحاد الكوره، لكن هناك كمان خطوات اخرى هيتم مطالبه الاتحاد الافريقي بها بعد الاستقرار عليها داخل مجلس اداره النادي الاهلي، بتتمثل في اكتر من سيناريو زي مثلا اللجوء للمحكمه الرياضيه الدوليه للتاكيد على اقامه المباراه النهائيه للعام الثاني على التوالي في المغرب. النهائي العام الماضي زي ما احنا عارفين وقام برضه في المغرب الاهلي وكايزر تشيفز، وان ده بيوضح طبعا قد ايه هناك توجيه مقصود بكل تأكيد، وبالتالي هيخل أكيد بمبدأ تكافؤ الفرص في ظل اقتراب الوداد من التأهل برضو. طبعا عارفين نتيجة الذهاب انتهت 3-1 لصالح الوداد في أنجولا أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي، فبالتالي الأمور أصبحت سهلة بالنسبة للوداد في لقاء العودة في المغرب. كمان في اتجاه في النادي الأهلي هو التعامل مع أمر سريعا بطلب كمان حكام من خارج القارة سواء الساحة أو حتى الفار لضمان بقى الحيادية التامة فيما يخص ملف التحكيم، بإضافة كمان لضمانات أمنية من الكاف تجنبا لما حدث في مباراة الأهلي والرجاء زي ما احنا فاكرين في المغرب على نفس الملعب ده، واللي شهد اقتحام الجماهير ليه قبل المباراة ودخول عدد كبير من الجمهور بعدد طبعا كان مخالف عن العدد المسموح به. ده كلنا اللي شفناه، كل الكلام ده والسيناريوهات اللي احنا بنتكلم عليها واللي انا بقولها لحضراتكم والخيارات المطروحة دي عند مجلس إدارة النادي الأهلي إلا حاجة واحدة وهي التفكير في الانسحاب، ده مش موجود تماما بالنسبة للنادي الأهلي ومش بيفكروا فيه، ده طبعا لم ولن يطرح إطلاقا نظرا طبعا للعقوبات الكبيرة المحتمل توقيعها على النادي الأهلي في حال الانسحاب من هذه البطولة.
مجلس إدارة النادي الأهلي كمان أشاد بالموقف الإيجابي السريع لاتحاد الكرة المصري في الأزمة دي وإعلان ومساندة النادي في هذه الأزمة والعمل كمان على إيجاد حل في الساعات القليلة المقبلة. نتمنى طبعا يعني الموضوع ده يتحل. أنا يعني خلاص هو الاتحاد الإفريقي قرر خلاص المباراة النهائية تكون في المغرب. هل هيبقى في مناوشات الفترة القادمة أن يبقى نرجع مرة أخرى المباراة ترجع مرة أخرى البطولة بالنسخة يعني زي قبل 2019 في الذهاب وإياب؟ هل ده ممكن يرضى بيه الاتحاد ولا هيبقى النهائي طبعا هيبقى نص التذاكر هيبقى في المغرب ونص التذاكر تروح للنادي الأهلي ونص التذاكر تروح للنادي الوداد؟ لكن دي لازم طبعا لو ده حصل لازم يترتب ليه من قبليه ويقدر مجلس دار ان هو يرتب ان هو يقدر ان هو يوفر عدد كبير جدا من الطيارات تنقل الجمهور المصري من مصر الى المغرب لمساندة النادي الأهلي. ودي طبعا يعني هتحتاج اكيد ميزانية وهتحتاج جهد كبير جدا من النادي الأهلي ان احنا ننقل الجماهير المصرية من هنا لغاية المغرب بكل تأكيد. وبالتأكيد اكيد الجالية المصرية اكيد الموجودة في المغرب كبيرة لكن برضو العامل الارض والجمهور هيكون برضو لصالح الفريق الوداد فبالتالي ده مش تكافؤ فرص بكل تاكيد. كلنا ضد هذا القرار لكن نتمنى ان طبعا فكره الانسحاب دي مستبعده تماما بالنسبه للنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي مستحيل ان هو ينسحب من هذه البطوله بسبب العقوبات الكبيره وبسبب النادي الاهلي ان هو قادر على الفوز في المغرب تحت اي ظروف وعملها قبل كده اكتر من مره وقدر يفوز في تونس وقدر يفوز في المغرب وقدر يفوز في الجزائر. فإن شاء الله يعني كل تمنيات النادي الأهلي ممثل طبعا المصري في هذه البطولة يقدر أنه يوصل إن شاء الله للمباراة النهائية والمباراة النهائية النادي الأهلي قادر يفوز تحت أي ظروف ولكن نطلب تكافؤ الفرص في هذه المباراة وإن شاء الله النادي الأهلي يفوز باللقب الـ11 في تاريخه. لسه في الأهلي وتلقى كمان الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق تقرير طبي من بدر بانون المدافع المغربي بيفيد آخر بقى تطورات حالته الصحية خاصة انه لا يزال بيتعافى من تداعيات طبعا اصابته بفيروس كورونا اللي سببت ليه التهابات ومضاعفات في عضلة القلب. فاد التقرير ده لتحسن حالة اللاعب بدر بانون بشكل كبير جدا واصبحت حالة التنفس بتسير بشكل طبيعي وما فيش اي خطورة كبيرة على القلب او حتى على الرئة. وقال مصدر بالجهاز الطبي في نادي الاهلي ان اللاعب بيحتاج اسابيع قليلة للتخلص نهائيا من هذه التعديات قبل بقى ان يستطيع المشاركة بشكل طبيعي وتدريجي في التدريبات الجماعية. وقرر طبعا الدكتور أحمد أبو عبلة وضع بانون تحت الملاحظة اليومية لمدة 10 أيام القادمة للتأكد بشكل كامل من سلامة اللاعب. بدر بانون طبعا غايب بشكل طويل جدا مع النادي الأهلي بسبب إصابة طبعا الكورونا اللي أدته إلى تضاعفات كبيرة في عضلة القلب والرئة فبالتالي بيحاول النادي الأهلي يجهزه في المرحلة المقبلة وعودته أكيد هتكون قوية جدا وبتمثل قوة كبيرة لدفاع النادي الأهلي في المرحلة القادمة.